معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع هاتفيا من بغداد الباحث والأكاديمي والمتخصص بشؤون المياه والأنهار السيد هيثم الخزعلي. مرحبا بك. إذا بعد ازدياد أعداد المصابين بسبب تلوث المياه في البصرة، هناك أنباء عن تفشي مرض الكوليرا بين الأهالي، إلى أي مدى ترى أن الأوضاع ما تصنف بأنها ما قد وصلت إلى حد الوباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء مرحبا بكم وبقناتكم الكريمه ومستمعيكم الكرام. طبعا هي وجود حالات تسمم قد تصل الى اكثر من 16,000 مواطن في محافظه البصره، ولكن هناك نذر وتخوف من موضوع تفشي وباء الكوليرا الذي يكون موسمه بعد شهر تقريبا، ومع انخفاض مستويات درجات الحرارة وتمدد اللسان الملحي إلى داخل مياه البصرة، وعدم زيادة الطاقات المائية ووجود إلقاء للنفايات في نهر دجلة والفرات من المستشفيات والمعامل والمصانع وبشكل غير منظم وغير مرشد، وبالتالي أعتقد أن حالات التلوث قد تزداد في الأيام القادمة، وربما نشهد بداية وباء الكوليرا في البصرة. الوضع وصل إلى درجات حرجة، وزارة الموارد المائية لم تقم بإطلاق الحصص الكافية للمحافظة، كما أن وزارة الصحة لم تقم بأي إجراءات وقائية لتلافي هذا الموضوع. من أجل ذلك موقع فويس أوف أمريكا ذكر أن العراق يشهد انتشارا واسعا للأمراض التي تنقلها المياه. هذه التقارير الغربية يعني هي جرس إنذار للحكومة، لماذا لا تتحرك الحكومة على مستوى هذه الأزمة برأيك؟ طبعا الحكومة الآن كما تعلم هي حكومة تصريف أعمال، ولكن الوضع الآن دخل إلى خطوط حمراء ووضع طارئ. وزارة الموارد المائية لم تقم بإطلاق زيادة الطاقات المائية، وأنا سمعت تصريحا لوكيل الوزارة يقول لا نستطيع زيادة إطلاقات المياه للبصرة خوفا على انخفاض مياه بحيرة حمرين والحبانية، ولا أدري ما هو الذي يجعله يحتفظ بمياه حمرين والحبانية وأرواح الناس مهددة في البصرة التي تمنح العراق أكثر من 90% من الموازنة، كما أن وزارة الصحة لم تقم بشراء الأدوية العلاجية والدوائية، وهناك نقص كبير في موارد وزارة الصحة، بينما هي تقوم بتمرير عقود لفاسدين عبارة عن أسرة وتجهيزات غير ضرورية للوزارة، مع أن الوزارة منتهية صلاحيتها، ولكن هذه وزيرة أساءت بعد أن أصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال أكثر مما أساءت وخربت الوزارة أثناء العمل. مجلس قضاء شط العرب دعا إلى إعلان القضاء منطقة منكوبة، ما الإجراءات الواجب على الحكومة اتباعها في مثل هذه الحالة وكذلك على مجلس محافظة البصرة؟ الحقيقة هناك أخبار أن اليوم متظاهرين تجمعوا وحاولوا اقتحام مجلس محافظة البصرة. الحكومة لم تقم بأي إجراء عملي، هي عبارة عن تسويفات سوف نعمل وسوف نقوم، ولم تقم بأي إجراء حقيقي وواقعي. لابد أولا من بناء سد وبشكل سريع على شط العرب لمنع تمدد اللسان الملحي من الخليج إلى داخل شط العرب، وحجز المياه العذبة إلى في داخل أراضي البصرة، ثم لابد من استيراد بشكل سريع محطات تحلية ونصبها على مياه الخليج وتزويد البصرة. لا أعتقد أن الموضوع معقد أو غير قابل للحل، ولكن الحكومة مهملة وليس من اهتماماتها المواطن العراقي. شكرا جزيلا من بغداد الباحث والأكاديمي المتخصص بشؤون المياه والأنهار سيد هيثم الخزعلي.